السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو يوبي، واليوم أتيت لكم بمقطع جديد وحلقة جديدة من لعبة جي تي اي 5 أونلاين، وهذه الحلقة الأخيرة من مهام داكس فيرست دوز. وطبعا هذه المهمة سوف تكون مرة مميزة جدا. لذا ما الذي يحصل مع هذا الشخص؟ حسنا، يريد شراء بعض الأسلحة. حسنا، أنا أيضا صراحة أتيت إلى هنا لكي أشتري بعض الأسلحة، وهذه المهمة الأخيرة سوف نحتاج إلى السلاح بكاتم الصوت يا شباب، لأن جزء منها يا شباب سوف نحتاج إلى التسلل إلى داخل مبنى تابع للحكومة، ولذا سوف نحتاج إلى كاتم الصوت يا شباب لكي يساعدنا. أعتقد بأنني سوف أشتري هذا السلاح. دعوني، ثمنه 5000 دولار، منذ متى؟ حسنا لا يهم، سوف أركب عليه كاتم الصوت. باهظ جدا يا شباب. حسنا، لأننا سوف نحتاج إلى التسلل. حسنا، وأيضا سوف أضيف المخزن، يجب أن يكون يعني كبيرا جدا. حسنا، أعتقد أن هذا كل شيء سوف أحتاجه. حسنا، هنا بعض السكنات يا شباب الخاصة بالسلاح، لكن ليس عندي الأموال الكافية يا شباب لكي أهدرها على الأسلحة. حسنا، اشتريت ما أريد شراءه الآن من هذا المحل، والآن دعونا لكي نخرج يا شباب. ثم سيارة مميزة، سيارة رياضية مميزة جدا. أما الآن دعونا لكي ننطلق إلى داكس يا شباب لكي نقوم بالمهمة الأخيرة يا شباب. في هذه المهمة الأخيرة مثل ما أخبرتكم سوف نقوم بالتسلل إلى داخل مبنى تابع للحكومة أو لا أدري أو ما شابه. سوف نحتاج لسرقة بعض الأشياء سوف نحتاجها في مختبرنا السري الذي سوف نسرقه أيضا في هذه المهمة. لذا اربطوا الأحزمة، سوف تكون هذه الحلقة مرة مميزة جدا، وهيا لكي ننطلق. حسنا، أخيرا وصلنا إلى داكس. طبعا يا شباب سيارتي في الحجز يا شباب، لأن في آخر دخول لي الى لعبة جي تي اي 5 اونلاين يا شباب قمت بالعراك هنا مع الشرطة يا شباب، ثم قاموا بحجز سيارتي، استطاعوا قتلي وقاموا بحجز سيارتي يا شباب، ولذا احتاج لكي اذهب الى مكان الحجز لكي اقوم باخراجها. عموما سوف العب لي وحدي في هذه المهمة طبعا، وليتس جو. حسنا، الآن دعونا لكي نركب سيارة داكس. حسنا، هذه السيارة التي أعطانا إياها داكس. داكس يا شباب بخيل جدا، شوفوا السيارة التي أعطاني إياها. حسنا، الآن دعونا لكي نتوجه إلى مكان ما، إلى ذلك المبنى الذي أخبرتكم به يا شباب، مبنى تابع للحكومة كما ترون. Go to Human Labs. أوكي، سوف نذهب إليه. وأخيرا ها قد وصلنا إلى المكان، انظروا معي، هذا هو المكان الذي أخبرتكم عنه يا شباب. يجب علينا أن نقوم بالتسلل إلى داخل هذا المكان يا شباب، لا أدري ما هو صراحة. أوكي، الآن سوف نحتاج للتسلل لكي ندخل إلى هذا المبنى، ويجب علينا أن نكون حذرين جدا لكي لا يرانا أي شخص هنا يا شباب من الحراس، وإلا سوف تعم الفوضى في هذا المكان، وربما قد نخسر في هذه المهمة. حسنا، هناك كاميرا مراقبة يا شباب، يجب علي تدميرها. جيد جدا، الآن هناك بعض الحراس لكن يجب علي تجنبهم. حسنا، لحظة سآتي إلى هنا، يجب علي أن أبتعد عن أنظارهم يا شباب كي لا يستطيعوا رؤيتي. حسنا، هناك حارس واقف هناك. أوكي، ممتاز، ضربة واحدة ثم يجب علي أن أقوم بقتلهم يا شباب قبل أن أكشف، لأنه إن نجا يعني من الطلقة الأولى فقد يعني أقع في مشكلة. حسنا، كما ترون يجب علي أن أكون حذرا. هنا شرطيا يا شباب، انظروا معي، ممتاز. أوكي، من هؤلاء؟ لا أدري صراحة من هم. هذا واحد. أوكي، ممتاز، واحد قادم أيضا يا شباب، يجب علي قتله قبل أن يصل إلى رفاقه. أو ماي جاد، لا تقولي بأنه رآني. وهذا ما كنت أخشاه يا أصدقاء، لقد استطاعوا كشفي. لا، أطلق جرس الإنذار، أكيد سوف أخسر في هذه المهمة الآن. حسنا، الآن سوف يتوجه. طيب، كيف سأنجو من هذه المهمة؟ حسنا،
ممتاز، قتلته. هناك شخص آخر، ليس هناك أي شخص. الآن يجب علي الخروج. حسنا يجب علي الوصول إلى الباب عفوا، هكذا على هذا الشكل. أوكي، يجب علي فتح القفل. كنت صراحة أريد التسلل إلى داخل هذا المبنى، لكن فشلت الخطة يا شباب. بصراحة أنا أحب كثيرا يعني مهام التسلل، لكن لا أعرف كيف استطعت الإخفاق في هذه المهمة. حسنا، أوكي، أين الحراس؟ حسنا، يلا يلا يا أخي موت. هناك حراس هنا، أين هم؟ إنهم مختبئون. مثل ما توقعت. إذن يلا حبيبي، يلا 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 يلا. حسنان، أين الآخر؟ هناك. لحظة، يجب علي أن أشحن دمي يا شباب. حسن، بقي آخر واحد، هذا هو. حبيبي أنت، حبيبي. حسنا، استطعنا القضاء عليهم. أما الآن ماذا سوف نفعل؟ لا، ما زال هنا البعض يا شباب. رائع، قمت الآن بقتلهم جميعا. حسنا، إذن يجب علينا البحث عن شيء ما، على ما أظن. لا أدري صراحة ما هو. هذا. وجدت. حسنا، عثرت عليه. يجب علي أن ألتقط صورة له. حسنا، لا أدري ما هذا يا شباب، لكن يجب علي أن أقوم بتصوير هذه اللائحة يا شباب، وأقوم بإرسالها لداكس كما ترون. يا للإزعاج، ممتاز. حسنا، هناك شيء ما يجب علي أخذه. هذه الصناديق يا شباب، مثل ما أخبرتكم علينا سرقة محتوى هذا الصندوق. أوكي، هذا هو. حسنا، ممتاز. والآن لنرى 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 ماذا أيضا لدينا هنا. لدينا هذا الصندوق أيضا. كم واحد؟ خمسة. ما هذه؟ لا أدري صراحة. مواد كيميائية أو ما شابه يا شباب، يجب علينا أن نقوم بسرقتها. هنا صندوق آخر، ممتاز. الآن يجب علينا الخروج من هذا المكان. حسنا، لكن الخروج لن يكون بتلك السهولة، ولا سيما أنهم قد كشفوا أمر يا شباب، لذا سأحتاج لاستخراج هذا السلاح. لم يعد لدي حل يا شباب، ليس لدي حل آخر. كيف أخرج؟ أخرجونا. حسنا، دعونا الآن لكي نهرب بسرعة بسرعة بسرعة، لكي نذهب إلى مكان السيارات. سنقوم بسرقة سيارة ثم نخرج من هذا المكان. علي الذهاب إلى مكان القطار. أوكي، علي الذهاب إلى محطة القطار. أوكي، أو محطة تحويل مسار القطار على ما أظن. حسنا حسنا حسنا، سأحاول سرقة هذه السيارة يا شباب، تعجبني سيارة مدرعة. أوكي، لحظة. وعلقت اللعبة معي. أوكي، سوف أذهب. حسنا، ممتاز، نجحت الخطة يا شباب. والله حسبت بأنني سوف أفشل في هذه المهمة. ممتاز، حسنا، يلا موتوا. الآن دعونا لكي ننطلق بأقصى سرعة إلى محطة القطار يا شباب. علي تحويل مسار القطار، أو لا أدري صراحة، لأننا يجب علينا. يلا 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 يلا، بسرعة 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 بسرعة. حسنا، بسرعة قبل أن يأتي القطار يا حبيبي. هكذا، علي تغيير مسار القطار يا شباب. حسنا، كما ترون هذا هو القطار، وصل في آخر لحظة. حسنا، ممتاز. والآن ماذا سيحصل؟
وسمعتم ذلك الانفجار؟ يبدو بأن القطار يا شباب قد تحطم. سيارة، أين السيارة؟ لا تقولي بأنه يجب علي سرقة سيارة، هذا غير معقول. حسنا، أنا أحتاج إلى سيارة يا أصدقاء، سيارتي في الحجز الآن. حسنا، انزل حبيبي حبيبي حبيبي، لا تذهب. سيارة مميزة. حسنا، ستفي بالغرض. هذه السيارة سريعة على ما أظن. أنا آسف صديقي، أنا آسف، آسف جدا. لكن قبل أن نذهب إلى القطار شباب، هنا شيء كما ترون في الخريطة يجب علي أخذه. حسنا، أتمنى ألا تعيدوا. ابتعد، سأخذ هذه الحقيبة يا شباب لأنني أحتاج إليها. أوكي، أخذناها، ممتاز. والآن دعونا لكي نركب سيارتنا، ثم لا تقولي بأن السيارة علقت، ممتاز، لم تعلق. حسنا، ها قد وصلنا أخيرا إلى مكان القطار كما ترون. هناك مروحية مراقبة يا شباب، لا تقولي بأنها ستطلق علي النار من الآن. حسنا، سوف أنتظر قليلا إلى أن تذهب حتى تعود أدراجها، بعد ذلك سوف أهجم عليهم. لأن توجد هذا القطار شباب يحمل بعض يحمل حاويات تحتوي على أشياء سوف نحتاجها يا شباب، يجب علينا سرقتها. حسنا، هذه المروحية قد غادرت يا شباب، هذا مميز جدا. والآن هل يفيد التسلل يا شباب هنا؟ حسنا، سوف أرى إن كان التسلل مفيدا أم لا. أوكي، جميل، لم يشعروا بي. أوكي، هذا جميل يا شباب، لقد أفلح التسلل. والآن هناك من سيطلق علي، كأن هناك من قادم يا شباب، هناك شخص قادم، لا أدري صراحة، لنرى. ممتاز، وماذا عن المروحية؟ هل ستكشفني المروحية أم لا؟ إن لم تكشفني المروحية شباب فسوف تكون هذه مهمة مميزة جدا. حسنا، لحظة لنرى. أوكي، المروحية لم ترني يا شباب إلى الآن. الآن لنأتي إلى هنا. أيوه، يلا يلا، بسرعة بسرعة بسرعة. أتمنى ألا يكشفنا أي أحد. حسنا، سأخذ ما يوجد هنا. وات، مروحيتان؟ معقول؟ معقول علي تجنب مروحيتان؟ لا، كشفتني المروحية يا شباب. او ماي جاد، يجب علي الآن إسقاطها مهما كلف الأمر. أين هي؟ أوكي، ممتاز، هذه واحدة. حسناً، ابقى أنت على الأرض لو سمحت. المروحية الثالثة أين هي؟ ممتاز، أسقطت تلك المروحية، جميل. والآن لنكمل عملية السرقة بسرعة حبيبي، بسرعة 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 بسرعة، لا تتأخر. حسنا، هناك سيارة قادمة. أوكي، أيوة، أخذنا ما نريده. والآن هناك ماي جاد، لم أرى هذا 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 واحد، أين هو؟ من أين سوف يخرجون؟ هنا اثنان،
لا. لا 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 لحظة لحظة لحظة، دمي لم يبقى منه شيء. أو لم تتحطم هذه المروحية بعد. أوكي ممتاز، علي الاختباء قليلا. أوكي ممتاز يا أخي، اصعد يلا بسرعة بسرعة بسرعة، إنهم قادمون ورائي، خلفي يا صديقي، هيا هيا. أوه هنا ليس شيء، هنا ليس فيه أي شيء. حسنا دعوني الآن لكي أقتل هؤلاء، هذان الاثنان. هذا مات. اوكي الثاني مات ايضا، ممتاز. يلا 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 يلا. لا كيف قتلت؟ حسن بقيت لي محاولة أخيرة وسينتهي أمري. حسنا سوف أستغل هذه الفرصة جيدا يا شباب. أوكي يجب علي دائما النظر يمينا شمالا في جميع الاتجاهات. يا أخي كفى جريا. الله أكبر. حسنا الآن لم يعد لدي سوى أن أقتل هؤلاء. ممتاز والآن هيا افتح هذه الحاوية. هذه الحاوية تحتوي على بعض المواد الكيميائية أيضا، سوف نقوم بسرقتها طبعا. انظروا معي. حسنا وهناك من اخرج، أين هم؟ أكثر شيء يا شباب يعذبني في هذه المهمة وهي المروحيات، لكن يبدو بأن المروحية غير موجودة هذه المرة، وكما أن هذا لا أستطيع التحكم فيه جيدا. بسرعة 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 بسرعة، هناك أشخاص قادمون. أوه ممتاز جميل، يلا سوف أقضي على إنهم هناك. أين الآخر؟ أين صديقه؟ ممتاز مات صديقه، جيد. أوكي هنا يجب علي أن أسرع لأن هنا الغاز السام. حسنا هناك سيارة قادمة، ويبدو بأنني تخلصت من المروحيات يا شباب. المروحيات لم تعد موجودة، مروحيتان أو ثلاثة على ما أذكر. أوكي أخذت كل شيء. أوه هذا جيد. حسنا والآن ماذا؟ هناك إشارة على هذه الشاحنة. لحظة هناك من يسدد علي هنا، أين هو؟ أوكي مات جميل. أوه علي سرقة تلك الشاحنة التي أخبرتكم عنها. أين لا 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 ابتعد 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 قليلا. أين من كان يسدد هنا؟ حسنا هذا مات. حان الوقت لكي أركب هذه الشاحنة يا شباب. أوه أتدرون إن أعطوني هذه الشاحنة في آخر مهمة
والله هذه الشاحنة مرة باهظة الثمن يا شباب. هذه الشاحنة عبارة عن مختبر متنقل أو لا أدري صراحة، تستطيعون الكسب فيه الأموال، يعني تحضرون يلا تحضرون السبلاي أو ما شابه. يلا 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 يلا، ممتاز، سرقناها بنجاح. حسنا أوكي يلا. هذه الشاحنة عبارة عن مختبر متنقل أو لا أدري صراحة، يعني تستطيعون يعني كسب الأموال من خلاله يا شباب. وطبعا يمكنكم شراؤها بدون إنجاز هذه المهام، لكن ثمنها غال جدا يا شباب، فأنصحكم أن تقوموا بتنفيذ هذه المهمة إن أردتم الحصول عليها. لا أعرف صراحة إن كنا سنحصل عليها بعد أم لا. اصطدمت بهذا. حسنا، علي الهروب، علي الهروب، علي الهروب قبل أن يدمروها. إن دمروها يا شباب فسوف نفشل في هذه المهمة بالتأكيد. و ابتعد. أوه شوفوا ما يا شباب، الشاحنة لديها شريط الهيلث، لذا يجب علينا الإسراع قبل أن تنفجر. ومرة أخرى كنت سأصطدم بشيء ما. حسنا تعد. يا الله حسنا، فجرت سيارتين، قمت بقتل سائقين. متى سوف نصل إلى داكس يا شباب؟ حسنا أخيرا وصلنا. كانت المهمة طويلة ومتعبة، لكنها صراحة كانت ممتعة مثل ما أخبرتكم. ووصلنا أخيرا. حسنا، دعونا 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 ندخل الشاحنة هكذا يعني. اوكي ممتاز، الان قمنا بركن الشاحنة بشكل جيد. هذا القناع مميز جدا. كما ترون حصلنا على 15,000 دولار، لكن صراحة اتمنى ان يعطوني هذه الشاحنة، لانهم ان اعطوني هذه الشاحنة ساكسب الكثير من النقود من خلالها يا شباب. اما الان لكي اتأكد سوف ادخل الى هذا الجراج يا شباب الخاص بداكس، وهنا سأرى يا شباب ان كان بامكاني الحصول على هذه الشاحنة ام لا. الشاحنة موجودة يا شباب كما ترون، والان لنرى هل استطيع الدخول اليها يا شباب. دعونا لكي نرى، دعونا 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 دعونا. حسن، لا يمكنني، لا اصدق، والله حسبت بأنهم سوف يعطوني هذه الشاحنة. حسنا، لا أستطيع الحصول عليها، لكن سوف أخذ هذه الدراجة، وحتى الدراجة لا يمكنني ركوبها، هذا غير معقول. والله حسبت بأنهم سوف يعطونني إياها، لأن صراحة هذه الشاحنة ستستطيعون الكسب منها الكثير من الأموال. تستطيعون الحصول يا شباب ما يصل إلى 200,000 أو 300,000 دولار في اليوم يا شباب. فدعوني لكي ندخل الى الانترنت واريكم تلك الشاحنة اين توجد. ويرستوك على ما اظن توجد هنا يا شباب، وهذه هي الشاحنة كما ترون، فثمنها 1,450,000 دولار، يعني مع الدراجة كذلك يعطونكم الدراجة. هذه عبارة عن مختبر يا شباب كما ترون، وهذه هي معلوماتها عن الشاحنة، تستطيعون الكسب من خلالها يا شباب، وهي تعتبر من احد المشاريع الموجوده في لعبه جي تي اي 5 اونلاين. وكما ترون الى هنا وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. طبعا هذه لن تكون الحلقه الاخيره من داكس، لان هناك المزيد من حلقات داكس يا شباب، وهي عباره عن يعني الجزء الثاني من هذه السلسله يعني. وكما ترون ها قد بدات يا شباب، يعني من هنا سوف تبدا سلسله اخرى. السلسله التي قمنا بها الان وهي فيرست دوز، اما
أما السلسلة القادمة شباب فستكون last dose يا شباب. وأعتقد أن في تلك إن أنهينا تلك السلسلة سوف يعطوننا تلك الشاحنة على ما أظن. لا أدري صراحة لست متأكدا، لكن إن حدث ذلك الأمر فسوف يكون هذا مرة جميل جدا. وأراكم في المقطع المقبل إن شاء الله، وأتمنى أن تعجبكم هذه الحلقة، وأتمنى أن لا تنسوا دعمنا بلايك واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وقم بتفعيل زر التنبيه لكتمة تنبيهكم كلما نزلت مقطع جديد، وساعدوني في نشر المقطع مع أصدقائكم. أراكم في المقطع المقبل إن شاء الله. كان معكم أيوب أويوبي، إلى اللقاء.